تلبية للاستحقاقات القادمة، تستعد تيارات وأحزاب وكتل سياسية عدة لخوض غمار الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 من ديسمبر المقبل، والتي من شأنها قطع الطريق أمام أفراد وكيانات تمثل تحالفات قبلية أو فكرية متطرفة. لن يكون هناك عمل سياسي في ليبيا إلا بوجود تيارات سياسية أو مجموعة أحزاب سياسية أو تيارات سياسية لكي تساعدنا في اتخاذ القرارات الصحيحة. سهولة اتخاذ القرارات في وجود مجموعات سياسية تكون أكبر من وجود أفراد يمثلوا أنفسهم أو يمثلوا توجهات قد تكون أحيانا قبلية. تيار ليبيا للجميع الذي تم الإعلان عن إشهاره في 3 مدن رئيسية تمثلت في بنغازي وطرابلس وسبها، حرص على تمكين المرأة وشغلها مناصب قيادية بالحزب كونها ركيزة اجتماعية لا يمكن الاستغناء عنها في ماراثون الاستحقاقات القادمة. الأساس على المرأة أن هي لها دور جدا جدا مهم، يعني في دعم الطرف الآخر، في دعم هي اللي تأسس من الأول الأبناء الأباء الأخوة لدعمهم لهذه المرحلة، وثاني حاجة مشاركتها الفعالة فيها بترأس وقيادات سياسية وقيادات سيادية في الدولة من أجل بنائها وإعمارها. رغم رفض تيارات الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين لموعد الانتخابات المقرر، إلا أنه يظل فرصة سانحة علق الكثيرون عليها آمالهم، لعلها تأتي بالخلاص من دوامة صراع امتد لعقد من الزمن. الانتخابات الرئاسية والبرلمانية باتت على رأس أولويات النخب والقيادات السياسية الفاعلة التي تطمح بأن يعود القرار إلى الشعب في يوم أقره المجتمع الدولي وينتظره الليبيون بفارغ الصبر. من بنغازي، أحمد بن عاشور، اليوم.